برضه يا محمد السنه الجايه سنه صعبه جدا جدا جدا. انت كسبت اه السنه دي 3 أو 4 بطولات. السنه الجايه عندك كاس عالم، عندك الناس كلها هتسالك هو انت في كاس العالم. انت عارف في الكوره مثلا خدت برونزيه، في الناس احنا بقى لنا كام مره شوف بنوصل كاس عالم، فالناس كل شويه تقول لك خلاص بقى احنا خدنا البرونزيه، يعني البرونزيه دي بقت الطبيعي. فدلوقتي قدامك يا فضيه يا ذهبيه. فنفس الكلام بعتقد في كره اليد ان انت هتلعب على ميدالي. هو بالظبط في نقطه كابتن خطيب لما قعد معانا في التكريم الاسبوع اللي فات كان بيتكلم معانا فيها، اللي هو انتوا خدتوا 4 بطولات بس من 6 بطولات وكده، بس طبعا احنا نتمنى ان احنا كنا ناخد 6 من 6. الموسم طبعا الجاي المنافسين بتوعكم هيجهزوا لكم بشكل اكبر، هيبقى عندهم دوافع اكتر من الموسم ده. فانتوا الموسم الجاي عندكم هيقابلكم صعوبه اكتر من الموسم ده. بخصوص كاس العالم طبعا، احنا كاس العالم اللي فات واللي قبله احنا كنا داخلين هدفنا ان احنا نتواجد في اول 4 أو 3 على الاقل. كاس العالم اللي قبل اللي فات، السنه اللي قبل اللي فاتت، قدرنا ان احنا ندخل مربع بعد ما كسبنا بنفيكا، كانت بطل كاس الاتحاد الاوروبي، فدي كانت مفاجاه بالنسبه لهم كبيره جدا. كاس العالم اللي فات خدنا 5 أول فرقة بعد الـ4 فرق بتوع اوروبا، وكنا لعبنا برشلونه كانت معانا في المجموعه وعملنا ماتش كويس جدا. هو طبعا يعني المستوى برضو بتاع فرق اوروبا هو ليفل تاني خالص، بس احنا يعني طالما قدرنا مره ان احنا نعملها ممكن مع بنفيكا، فوارد ان احنا نعملها تاني، تعملها مره تانية بالظبط. علاقتكم انتوا بقى مع بعض كحراس مرمى بتبقى يعني انت وحميد انت وكل الناس اللي موجوده، علاقتكم عامله ازاي؟ لا احنا علاقتنا كويسه جدا وكده، احنا كلنا بنستهدف ان احنا بنعمل لاجل المكان اللي احنا فيه يعني. فأي أن كان اللي هيلعب التاني بيبقى في ظهره وبيشجعه عادي جدا، وفي الاخر هي مصلحتنا كلها واحده. في الاخر هتبقى انت كلاعب عايز تلعب بالظبط. طبعا مركز حراسه المرمى مختلف برضه عن بقيه المراكز. هو مركز واحد بس اللي بيلعب فيه. الميزه برضه ان هو غير كره القدم، ان هو انت ممكن تغير الجون كذا مره في وسط الماتش، او كل جون يلعب ماتش غير كره القدم. في حارس هو اللي بيكمل بالظبط، بيكمل فتره طويله، فده بيدينا فرصه ان احنا كلنا نلعب قد بعض تاني. يعني احنا في المحصله في الموسم احنا تقريبا كلنا لاعبين قد بعض. مدرب لجوان برضه هو بيعمل النقطه دي، هو ممكن يدي لكل حارس ماتش كامل يلعب فيه شوط وشوط، بحيث ان احنا كلنا رجلينا تبقى في الملعب. اي حد طبعا بيتمنى ان هو بيلعب وقت اكبر في الماتشات المهمه يكون بيلعب ويظهر بشكل كويس. بس ده ما بيأثرش على علاقتنا بينا وبين بعض طبعا، يعني احنا بنتعامل مع بعض ان احنا اصحاب واخوات، والعلاقه بينا كويسه جدا.